أهلا بكم. قبل أن نبدأ في فعاليات اليوم نقف احتراما ل عن إرادة سياسية قوية في التغيير ترجمتها القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية، وهو ما كان تنفيدا والتكوين المتواصل مع تكريس التقنيات والتكنولوجيا الحديثة وسرعة التحول الرقمي السريع والتوجه نحو الطاقات المتجددة. أنا جميعا تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on a des représentants au niveau international, comme en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Afrique, on est en pleine négociation, et en Asie aussi, et dans certains pays. Ça veut dire qu'on veut couvrir, parce que ce qui est important... Soit en Europe, soit aux États-Unis. Donc nous, il y a pas mal de sociétés qui nous demandent d'aider à installer. Installés, soit en Algérie, soit en Afrique. Donc, c'est le bon moment d'avancer dans ces sens-là. J'ai l'expérience des 20 ans. The best, this the union, the best in all your endeavors. Yatiksa, merci beaucoup. فتح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أصبح رئيسا لمصر كانت أول دولة اختارها للزيارة كانت الجزائر، وهذا إن دل يدل على أن الجزائر في القلب، في قلب مصر وفي قلب الشعب المصري، ويهتم بها الجميع. البنوك والمصارف الجزائرية أصبح لديها مرونة وإنسيابية. لأول مرة أصبحنا نتكلم على الدينار الرقمي في الجزائر وعلى أدوار كبيرة لمحافظ البنك الجزائري. الجزائر اليوم هي بمثابة ورشة مفتوحة في كل الميادين. بدينا بالميادين الاستراتيجية اللي هي الطاقة. ومن دولة الصين الممثل الاتحاد كانت يعني هذا الملتقى اليوم يعني كان ملتقى يعني فيه يعني تدخلات لعدة يعني اختصاصيين في مجال الاقتصاد، وكان يعني بادروا يعني بمد مقترحاتهم، واليوم هذا الملتقى راح يخرج يعني كذلك بتوصيات اللي راح تكون تفيد يعني هذه الشراكة الحقيقية فيما يخص الاقتصاد. اليوم نقولوا أن الدولة الجزائرية تبحث عن الاقتصاد الحقيقي وتبحث على الأسس الحقيقية للاستثمار اللي يبحث عليها كل مستثمر أجنبي في الجزائر. اليوم فرص استثمار مفتوحة، صناديق الاستثمار مفتوحة، صندوق الوطني الاستثمار مفتوح، شبابيك مفتوحة. لذلك اليوم الدعم الحقيقي للاستثمار هو يعني الممارسة الحقيقية وتطبيق القوانين اللي هي تبرم في الاتفاقيات الدولية ما بين المؤسسة الجزائرية وما بين المؤسسة الخارجية.